السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الشيخ الفاضل صبري سلام أبو حشيش وأبو سعود، وهذا الجزء هو الجزء الخامس من هذه المقابلة. حجي، بدي أسألك عن يعني بعد ما صار في مناوشات بينك وبين اليهود، وصار في عندكم يعني اعتقاد أن اليهود بدهم يخرجوا من أرضكم، هل فكرتم كنت تتسلحوا يا حجي؟ والله حتى لو كنا افتكرنا أنه بدنا نتسلح، ما في حد بدنا بسلاح. طب أنتم ما اشتريتوا سلاح؟ سلاح خفيف جدا، وبعدين تضرب طلقة وطلقة بتضل الطلقة تضرب الأرض. يعني اشتريتوا عمي بغض النظر كان سلاح سيء؟ اشتريت. من وين اشتريتوا عمي؟ والله بقول واحد بيجيب من مصر. من مصر؟ نعم. حدا منكم كان يروح يجيب من مصر ولا انه انتم يعني؟ لا، ناس بيجيبوهن. ناس يجيبوهن لعندكم؟ ناس بيجيبوهن لحدنا تجاره. هذا سلاح عمي كان سيء؟ سيء، كان بيضرب طلقه طلقتين والبق بتضل هي غير مسمار من خشم، هي بتطلع الطلقه الثانيه. طيب عمي، غاليه كانت هذه البروده؟ والله غاليه، والله كان ان ذهب حرمته كله بحطهن شايفه وبحط فوقهن كمان حتى يجيب برودة. طيب يعني قديش تقريبا يعني حق يا حاج البرودة؟ نعم. هذيك المدة؟ نعم. والله مدت زي 100 دينار، 100 جنيه مصري، وال100 جنيه مصري بيجيب لنا سوين ثنتين كان. طيب تتذكر شو انواع البنادق اللي كانوا يشتروها؟ انجليزي وطلياني. انجليزي وطلياني؟ نعم. الماني فيه وفرنسي؟ لا، طلياني سيف كيف وبريطاني بس. طب عمي كانوا يجيبوا ذخيرة معها؟ والله ذخيرة مش كثيرة. مش كثيرة ذخيرة. قليلة جدا يعني، مش على ذي الكمية. طيب عمي، هذا السلاح كل أبناء القرية امتلكوا سلاح؟ آسف، العرب امتلك كل واحد بندقية ولا ناس محدودة؟ لا والله ناس محدودة. يعني قديش بندقية تقريبا؟ يعني تقريبا يعني زي ما تقول 400 منهم 100 اللي سلحوا. طيب ما حاولتوا تجمعوا فلوس مع بعض عشان تزيدوا من الأسلحة؟ والله عاد ما في استباد، يعني ما فيش ناس مفكرين كانوا شايف كيف واعيين على أساس أن نوصل للمرحلة هذه. ما في ناس واعيين حتى نوصل للمرحلة هذه. نعم. ما في ناس، لو في ناس واعيين فعلا كان في تنسيق، لكن ما في تنسيق رسمي. صحيح. طيب أنت عمي تقريبا هذه الأسلحة اللي كميتها قليلة واللي هي جودتها سيئة، أمتى تقريبا وصلت للعرب أو امتلكوها عربانكم؟ بعد الحرب الحرب العالمية الثالثة. الثانية. بعد يعني أنا قصدي قبل ما تطلعوا فترة بسيطة ولا؟ لا والله قبل ما نطلع فترة بسيطة، يعني بعد هي يمكن 4 شهور 5 شهور طلعنا. يعني بال 47 48 عم. نعم. طب عمي تدربتوا على سلاح ولا بدون تدريب؟ لا، بتدرب على سلاح. مين كان يدربكم طيب؟ بيدربين الثوار، بيجوا من جبنا وبدربوا اللي معهم برضه. تتذكر مين اجاكم مدرب؟ هم نفس الشيء، ابو سالم والنجار. فضل هم اللي كان قوات الثوار. طيب وين كانوا يتدربوا يا حاج؟ في بيوتهم. مش بالسهل برا؟ لا لا، في البيوت. على ايش كانوا يتدربوا يا حاج؟ على القتال، على التنيشن، على الزحف. شايف كيف؟ ممتاز. على كيف يعني الدارة يمن يطخ. طيب عمي تدربوا كمان على تنظيف سلاح وصيانة سلاح؟ وفكوهن يعني. فكوا تركيب. فكوا تركيب. طيب عمي كان في حدا مسؤول من أبناء القرية عن هالمقاتلين؟ والله في ناس اللي هم مويقين الشيوخ وظل اللي هم معدودين. نعم. هم معهم وصايا على أساس أنهم مسؤولين عن الكلام هذا. نعم. وهم بتلقوا الأوامر من قيادة الثوار شايف كيف، وبعض المرات بروح ليهم على يبنى بيجيبوا منهم معلومات
وبدرسوهن على 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 على, 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 على الفراد. طب مين هم الأشخاص هذول حجي؟ ها؟ مين هم هذول الأشخاص؟ شو أسمائهم؟ أبو سالم، أبو سالم والنجار. يعني هم اللي كانوا يقودوا. هم اللي كانوا يقودوا يبنى ويقودوا العرب كلي. أها. النجار ما عرفت شو اسمه عمي. والله ما بعرف إلا. ما بعرف ولا أبو سالم حتى بقول أبو سالم. واحد أبو سالم واحد النجار. آه. هم من يبنى هم اثنين. طيب. كان في خطة عمي للدفاع عن العرب ولا بدون خطط؟ لا بدون خطط. بدون خطط. بدون خطط. طيب عمي كان يجوك ثوار غير هذول الاثنين المدربين أو القيادات، كان يجوك ناس من برا ثوار يقاتلوا معاك أو بدهم يقاتلوا معاك؟ والله إحنا بنسمع بقولوا في جو من عند سوريا ومن العراق. نعم. بس إحنا ما شفناهم شيء خير. هو بالفضل بيقولوا وجو على أبو سالم وجو على النجار شايف كيف، ووعدوا العرب أنه يجو وما يجو، وفي الفترة هذه صار النزوح. طيب يعني جيش الإنقاذ ما أجاكوا عمي؟ لا لا ولا شفناه. طيب الجيوش العربية ما حدا وصلكم منهم؟ وصلوا لحد الفلوجة معنا خبر، إحنا من عند الفلوجة رجعوا. أي جيش جاء الفلوجة عمي؟ مصريين. مصريين. نعم. سمعت عن شخصيات معينة اجت على الفلوجة من الجيش المصري؟ فيش غير عبد الناصر كان ضابط ملازم أول وصوف في الفلوجة. جمال عبد الناصر؟ نعم صوف في الفلوجة كان ضابط حديث. طب البيه طه؟ بيه طه أبو لقائد القوات هذا كان بالفلوجة برضه؟ هذا قائد القوات. كنتوا تسمعوا فيه حجي؟ بنسمع به. كنتوا تسمعوا بالضبع الأسود؟ بالضبع الأسود اللي هو نفسه البيه طه؟ نفس البيه طه. طيب عم عندك اي معلومات عن الجيش المصري؟ شو كانت اسلحته ثقيله ولا اسلحه خفيفه؟ لا اسلحه خفيفه ما في عندنا مدفعيه ولا دبابات. مش انتو حجي؟ انا بقصد الجيش المصري. انا الجيش المصري. معقول ما كانش عنده؟ والله ما عنده مدرعات يا زلمه حتى الجيش المصري. الجيش المصري مشاخش. نعم لحد الفلوجي. ومن عند الفلوجة رجع. طيب يا عمي انتوا تكتروا حتى عند الفلوجة عرب الرميلات، رحتوا فزع على حدا يا حجي؟ ما حد نخانا لن نفزع له، احنا دبتنا نفسنا ودبتنا الوصايا على اساس يطعب لكم نفسكم، وكل انسان في مجرى يطعب لنفسه. طيب انتوا جاكوا فزعات من حدا يا حجي؟ لا احنا ما صار عندنا ضيقات يعني. نعم. طيب يا حجي وانتوا قاعدين في غرب يبنى يعني مضربكم، هل اجا او اجاكوا او مر من عندكم لاجئين؟ يعني شفتوا لاجئين تاركين بيوتهم ودورهم احنا روبين هجت على ابنه، وهي هجت ابنه روبين. هي هجت ابنه. في ناس يعني عرب الرميلات اللي في ابنه اللي في روبين اجوكم؟ اجونا وهي شاردين، قال اليهود جوكم. بس هذول العربان عمي اللي جوكم؟ العربان هذول بس. غيرهم اجاكم حتى؟ لا ما جاء. ما شفتوا مثلا يافا هم؟ لا 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 يافا ولا تحزنوا. هذول يوم كان حتى بيجوا من الطريق الشرقية اللي هي من منطقة السمرة القاع هذا. نعم. هم هذول جو علينا على البرص. طيب عمي انتوا كون يعني كنتوا بدو مستقرين، هل عملتوا استحكامات حول بيوتكم؟ والله احنا بطنان، العادة هي استحكامات ازود من البطنان. البطنان ازود من الاوكار اللي بنحفرها. في بطنان ربنا خليهن هيك صلى الله عليه النبي. بطين. بطين. هاي بس مش على السوافة. على السوافة البرص. على البرص. وتقدروا يعني زي متراس بيكون؟ زي متراس. صخر حجي هذا؟ لا والله برص ابيض. بس يعني بس وقاية للإنسان. اكوام يعني. اكوام وبطنان صغار كذا زي الحفر كذا مسويتن للريح مسويهن حالا. طيب استخدمتوهم عمي انتم؟ استخدمناه. طيب كان في مناوبات ليليه على في هالحراسه يعني؟ ليلاتي كان الشباب ما بناموا. بيخافوا يوم يجوا علينا، بعد حتى ما جوا علينا الجماعه هذول من روبين غاد شايف كيف؟ كان ليلاتي انهم الناس يستيقظوا
ويناوبوا بعضهم. طب مين كان يشرف على عملية المناوبة؟ مين كان ينظمها يا حاج؟ ومن هو فيهم؟ يختاروا واحد مثلاً عاقل هو اللي زي ما تقول يفتش عليهم. تتذكر شخص محدد كان شاطر ويفتش على الناس؟ ما في والله غير عرفان الله يرحمه. ليش؟ وهذا اللي يسمى مرضي، مرضي معاهم كمان. مرضي إيش مرضي؟ مرضي ذبان الميسي. من أي عشيرة هذا الحمد؟ من الرملات من أبو حشيش شايفين. وظل كانوا المنظمين للناس ويمر عليهم وبتناوبوا في ناس غيرهم بتناوبوا كمان. نعم. طيب حجي كان في كلمة سر في الليل؟ لا ما بنعرف السر. ما بتعرفوها؟ لا. طيب أنت حضرتك طلعت مناوبات؟ لا ما طلعت. كنت صغير يعني؟ كنت يعني جاهل أجهل منه. طيب والدك عليه رحمة الله طلع مناوبات حجي؟ نعم. طيب في حدا عمي غادر هالمنطقة اللي أنتوا كنتوا عايشين فيها؟ يعني قبل غيره خاف وهرب مثلا؟ والله يا من جانا هذل احنا شدنا الرحال يا من جبنا شغل ابنا شغل الربين ربين نعم شدينا الرحال صرنا الحاجة الثمينة نربطها في كياس ودن نلحقها البحران ونجيك مطلبين شارتي وفعلا صلى لا انا قصدي عمي حدا يعني قبل كل الناس طلع خاف على حاله وعلى اولاده وطلع لا ولا طلعتوا مع بعض لا طلعنا مع بعض طيب حجي اثناء المناوشات العسكريه ها اثناء ما كانوا هم يهجموا عليكم اليهود في الليل ولا في النهار كانوا يهجموا كان وجه الصباح دائما وجه الصباح نعم طيب وكان يهجم عليكم شو اسلحتهم عمي اسلحه خفيفه اسلحه خفيفه اوتوماتيكيه ولا لا اوتوماتيكيه يعني جيده اوتوماتيكيه طيب عمي هذه المناوشات يعني أثرت على موضوعك الزراعي أو التجاري؟ طبيعي يعني صار الواحد ما بي ما بي ما بيروح لمزرعته وصار لا يبيع لا يبيع لا يبيع ولا يقطف عنب ولا ينقتين ولا تعجن. طيب الصهاينة عمي خلعوا شجر عندكو؟ ما خلع ولا شجرة مدتي ما مو فاضيين. مو فاضيين. لا. طيب احتلوا بعض الحقول عمي أو شيء قبل ما ي... والله الاحتلال احتلال القرى. انتوا عندكم ما اجوا مثلا على لا لا منطقه منطقه برا 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 استراتيجيه و... ما في منطقه استراتيجيه حتى اللي طب عمي سمعت بمجزره دير ياسين والله احنا سمعنا سمع بس شفنا ما شفنا سمعنا انه ولقوا على النسوان وبسطحوهن النسوان الحبل وبسطحوهن شيخ حتى يشردن القرى الثانيه وفعلا شردن القرى الثانيه قالوا سطحوا كم من حرمه وكتله كم من رجل. طيب هذا الحكي سمعتوه من الراديو ولا من لا من الناس اللي بيجوا من الناس يعني انهم هون من هذا الله يجيب اسمهم الثوار في الله يجيب اسمهم في دير ياسين في ثوار شيخين من بعضهم بيقول بعضهم اعلمنا بهذا الكلام. طيب عمي يعني هذه المجزره او ما سمعتوه عن هذه المجزره انتوا صدقتوه بالكامل ولا كذبتوا ايش لا والله صدقناه لان احنا بنعرف ان الصهاينه ما عندهم لا اخلاق ولا عندهم ذمه وسوى الكلام هذا حتى القرى يشردوا حتى انهزم الثوار واهل الثوار طيب وبالفعل كان لها تاثير على الناس نعم كان القرى الثانيه وانا بقول لك هي بهجوا فورا نعم اتركوا القرى ومشوا طيب كيف كنتوا عمي تسمعوا انباء الحرب على قرى فلسطين من الناس ولا من لا والله من الناس ما في اذاعات عندنا من الناس وكان الحكي كثير يا عمي وكان الحكي كثير والله القريه الفلانيه هجموا عليها القريه الفلانيه صدوا اليهود القريه الفلانيه انقتل فيها كذا كذا من الناس طبعا استشهاد القائد الكبير عبد القادر الحسيني في القسطره يعني كان له تاثير والله نص الناس يعني انهبطت يعني معنوياتي يوم انه ماتوا نص الناس ونص الناس صارت تبكي يوم انه مات شوف كيف الناس تأثرت كثير عظيم يا حاج طيب
صار عليكم هجوم عمي غير المناوشات، صار هجوم يعني أدى إلى أنكم ترحلوا. صار علينا هجوم وخلينا أوعينا وما نملك، وهجينا أخذنا حاجات بسيطة. إمتى صار هذا الهجوم عمي؟ والله صار الهجوم هذا يعني بعد انهزام الجيش المصري فهنا في الفلوجة، شايف كيف؟ بعد زي بشهر. يعني أنتوا تأخرتوا معناته عمي؟ نعم تأخرنا، كانت نظل إحنا هناك في الأرض، كان ما بدناش نهاجر. كان في عندكم قرار أن تشوفوا؟ معنا قرار كل هيتنا أن إحنا نسلم نظل في أرضنا. هنيا انجبرنا غصب، جتنا هجمة زي كيف؟ والطخ صار من فوق العرب وهجت العرب. بيش طخوا عليكم عمي؟ ببرنات. بس برنات؟ برنات. طيب كان معهم سيارات ولا؟ لا لا مشي على القدام، ما معهم سيارات. ايه طيب يعني انتوا عامل حوالي بشهر 12 هذا؟ زي شهر 12 كده تقريبا. طيب لما هاجموا عليك وهاجموا عليك وباي وقت؟ وجه الصباح. وجه الصباح. نعم حتى في عجايز ظلن، في عجايز ظلن. يلا كليات الشعر خلطات المولينيت، عارف خلطات يعني في ناس اختيارية وعجايز ظلن ما قدروا ينطوا، ما قدروا وخلوهن وعاودوا عليهن ثاني اسبوع لقوهن في البيوت الحالة او بهجة العرب. ظلت العرب تهج، يوم وصلنا وين؟ وصلنا بلد قرية اسمها عراق السودان. طيب عمي لما هجموا عليكم بالاسلحة الخفيفة هاي، كان المقصود يقتلوك ولا كان المقصود؟ لا بيطفشوا، تطفيش. تطفيش. نعم. يعني تركوا أي جهة مفتوحة لكم؟ نعم تركوا الجهة القبلية. القبلية. نعم. واطلعوا. واطلعوا، يعني أطلعوا وفعلاً إحنا تركوا الجهة القبلية رحنا على. طيب عمي في هذا الهجوم استشهد حدا منكم أو جرح؟ ولا واحد انجرح منا. أبداً. أبداً. طلقات من فوقنا، يوم بيصير علينا طلقات المرأة والطنيط الصغار بيركضوا على الأرض، ويوم البطل بنشل. طيب أنتوا بالمقابل عمي ما أحدثتوا خسائر أو ما رديتوا على السلاح؟ لا إحنا قلائل، ناس قلائل يا زلمة، قلائل مع ناس زي هذا مدربين وتمام التمام. طيب عمي ما بتتذكر التاريخ بدقة اللي طلعتوا فيه؟ والله ما بتذكر. الشتاء ولا صيف عمي؟ لا والله شتاء. شتاء. طيب الدافع عمي، الدافع الأساسي يعني اللي دفعكم للخروج هو الهجوم المسلح؟ نعم. طيب عمي بتتذكر انت شو كنت لابس في ذاك اليوم؟ انا؟ نعم حافي ولمس لابس غير جلبية، امي خيطت تلييه بس، وراسي مجرد. راسك مجرد؟ نعم. لا شورى ولا لا شورى ولا حاجة ولا محتاجة. طيب لما خرجتوا عمي خرجتوا تحت الذعر والخوف؟ نعم. ولا لا؟ نعم. كنتوا مذعورين يعني؟ نعم. وبالتالي انتوا طب كان الخروج جماعي ولا فردي احد؟ لا جماعي. بجي مرة أربع واحدة؟ بجي أربع خمس إبل، واللي بعده بجي خمس إبل. طب انتوا كنتوا مودين أغراضكم قبلكم؟ لا أبدا، مع الأغراض في العجمال، ونص الأغراض ظلن في البيوت. أه. طيب قلت له عم نسيتوا ناس، أنا أو ناس، أو تركتوا ناس لأنه ما قدروا يمشوا؟ لا ها بعد أسبوع عاود لهم. كم شخص يعني عمي اللي ظلوا؟ والله ظلن بيجي سبع عجايز. نساء ولا نساء؟ رجال ظل حدا؟ ظل بيجي أربعة رجال. تتذكر أسمائهم؟ والله ما نعرفهم الحين، والله ما بتذكر أسمائهم ولا هلا ولا النسوان حتى. سبعة وأربعة؟ نعم هو ظلوا يعني عجايز عمره 90 سنة ما بيقدروا يشلوهم، وخلوهم بعد اسبوع عاودوا بجمال وجابوه. طيب ما اعتدوا عليهم اليهود عمي لما ظلوا؟ ولا وصلوا بيت، هم ما وصلوا بيوت، طخوا طخوا وظلوا مرقين. ما بخشوا البيوت لانهم ملحقين على البيوت، وطفش الناس ملحقين على اساس يعاودوا لهم. طيب عمي كيف يعني قضوا هالاسبوعين او الاسبوع اللي لحالهم هذول الختيارية؟ كيف دبروا حالهم؟ عرفت يا سيدي عندهم شغل الله يجزهم، عندهم بيض فراخ، عندهم مثلا طحين، ممكن صليت يعني العجوز بتسحب فوق وسوت لي سبع ايام، شيخ خيب سوت لي، دبروا حالهم. دبروا حالهم
لقوهم حلقانين. طيب أطفال عم نسيتوا؟ لا أطفال كلهم طلعوا. أول ما وين أول ما رحتوا عمي؟ أول ما جينا على عراق السودان. بعيدة عراق السودان؟ آه بعيدة عند المجد المنغال. طيب عمي أنتوا كان عندكم بيت عمي أو غرفتين؟ ظل سكرتوهم وراكم ولا خلاص؟ ولا سكرناهم ولا حاجة، ظل البيت مبني زي ما هو والغرفتين زي ما هن. طيب عمي كان عندكم اعتقاد إنه الهجرة لمدة زمنية قصيرة ولا؟ لا والله عندنا بدنا 3 أيام 4 أيام ونعاود ونرجع. يعني ليش هذا الاعتقاد كان عندكم؟ عندنا أمل في الحياة. في حدا كان واعد إنكم ترجعوا؟ كيف يعني؟ يعني الجيوش العربية العرب؟ لا ولا عرب ولا تحزنون، إحنا قلنا هذا 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 يوم بده يطخوا علينا وبعدين بنسحبوا، شايف كيف؟ وبنسمع الجيش السوري خش، الجيش العراقي خش، قلنا خلاص الحين بطهر اليهود والله ويرجع بنرجع. طيب يا حجي وانت بتغادر ارضك ها؟ وانت تغادر ارضك ومضربك ومضرب الرميلات كيف كان مشهد المضرب؟ يعني مأساة ما بتوصف ابدا ابدا، لو توصف بالمره لا في جيل جديد ولا في جيل اخر. كيف انا مسقط راسي ما امشي عنه؟ جريمه. طيب حجي يعني تملكك الحزن والألم وانت طالع؟ نعم نعم. طيب عم بتتذكر شو أخذتوا معاكو؟ فيش يعني وانتوا طالعين؟ أخذنا معنا أواعي الـ 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 الغطاء والمخدات، الفراش يعني الفراش بس. طيب دوابكو وحيواناتكو معانا مشيت قدام؟ مشين معانا. طيب تعتقد عمي هم سهلوا لكم الأمور يعني ما حاولوا أنهم يعيقوا عملية المسير؟ لا مفتحين لي الباب القبلي. أيوة. طيب أخذتوا معاكم عمي عفش الدار والحيوانات؟ ولا 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 سدس ألعبه الغيش الملابس. طيب الملابس ما أخذتوهوش معاكم؟ الملابس هو الملابس كل واحد له جوكيته وجلبيته بس. طيب ما فيش ملابس زيادة. حج مواد تموينية طحين قمح؟ الطحين معانا هن، هذا هو المكان اللي احنا عايزينه خالص لأن معنا أطفال ممكن يجوعوا. طيب عمي الطقس كان بارد يا حج؟ نعم بارد. الشوارع والأرض اللي سلكتوها كان فيها طين؟ فيها طين وفيها بعض مرار أنهار، يعني لأننا خشينا منطقة القاعة إحنا في أنهار سيف كيف؟ نعم. يوم جينا صار طخ بين الجيش السعودي وبين اليهود في عراق السودان، وعراق السودان هذه عليه ميذنة، احنا في الخورة الشرقية من الطخ برخنا البل ولبدنا في الخور العرب كله، شايف كيف؟ جت المدرعات البريطانية وذبحوا اليهود الشغليين الله يجلسهم، ذبحوا السعوديين وخششوا الهغناء اللي هم بيلبسوا نص شرطات من حد يعني ما يعرفون، كانوا بيلبسوا هم انجليز نص شرط. دخلوهم عراق السودان؟ نعم. بنفس اليوم اللي انتوا روحين؟ بنفس اليوم ذبحوا الشغلين السعوديين، كان عليهم مره غليظه حتى مرتهم غليظه. نعم. وشغلاتهم وحطاتهم سود شماخ اسود، شايف كيف؟ وجو على حاله لو انه على المدرعات السعوديين وغنوا وذبحوا اليوم. جو الشغلين البريطانيين ذبح الشغلين السعوديين وجابوا هقناها واحنا هجينا. انتوا عمي كنتوا ماشيين مشي من مضربكم لعراق السودان مشي؟ مشي. حدا منكم يعني مثلا استخدم سيارات او ولا ما في سيارات؟ ما في سيارات. طيب يا حجي لما انت طلعت مين طلعتوا مين؟ طلعنا انا وابوي. نعم. واخواني 3 صغار. انت اكبرهم؟ انا اكبر واحد فيهم. يعني انتوا 4 كنتوا؟ نعم. وامك يعني؟ وبنتين معنا وامي وابوي 8 يعني. نعم. ان شاء الله. نعم. والان كم ولد عندك يا عمي؟ انا الحين؟ نعم الحمد لله عنده ابني الحين 18 واحد. ابنك سعود؟ نعم. وعنده 18. ما شاء الله.
معه نسوان تنتين. طيب بناتك عمي عندك بنات؟ عندي 9. ما شاء الله. والتسعة مجوزات عمي؟ نعم كلهم مجوزات. الله يستر عليها إن شاء الله. طيب عمي هدول التسعة كم أحفادك منهم؟ كل واحدة معها 5 أعتقد. يعني 45؟ 45. ما شاء الله. يعني أحفادك 63 وأولادك 10. نعم. الله يخليك، يعني 73 ما شاء الله. نعم. طيب إن شاء الله عمي إنه أمورهم كويسة ومعيشتهم كويسة. والله اللي بيرغب القليل اللي بيرغب الكثير. مهما كان الظروف. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب عمي أنتوا لقيتوا إنه عراق السودان برضو قاعدة تحتل. رحلنا. وين؟ عغزة. غزة مباشرة. غزة مباشرة. على المدينة ولا حواليها؟ لا سكننا في معسكر سموه معسكر جبالي. يعني مخيم جبالي. مخيم جبالي. مباشرة يا حاج بنفس اليوم. مباشرة. مباشرة ثالث يوم. لقيت المخيم جاهز. لا لقينا خيام حطوه لنا. نعم. وبعدين تدريجيا سووا لنا. طيب. برا فيها. هلا بنسألك. عمي لما جيتوا على مخيم جبالي لقيتوا خيام. قعدتوا في كل عيلة بخيمة؟ كل عيلة بخيمة، كل يعني ربع عيلة بخيمة. الخيمة قديش مساحتها يا حاج؟ ما فيش مساحة يعني هم 5 أنفار يوم نقعد بالخيمة. مضكوا الرجل هذا على رجل هذا. خيمة واحدة؟ خيمة واحدة. وطعبوز هيك شايفين. طيب هذا المخيم من أمتى كان متأسس عمي؟ ما تأسس، أسس وقت ما جو النازحين. اللي قبلكم؟ اللي قبل. نعم. النازحين. اللي قبلكم عمي لهم أشهر. بالضبط. طيب. حدا كان يرجع على المضرب تبعكم يا حجاج؟ نعم رجعوا جابوا عدة، جابوا أواعي بخيل وبعران راحوا عليهم الحاجات الثمينة ورجبوها. لقوا كل شيء زي ما هو. زي ما هو، ولا هو محروق ولا حاجة. وجابوا العجائز. وجابوا العجائز اللي لها. طيب. جوز جابوها. عمي اللي راحوا رجعوا هل يعني هم راجعين وهم جايين لقوا يهود قدامهم؟ ما في يهود ابدا ابدا. اليهود ما فيش ارض فلسطين مفرغه من اليهود حتى بعد 56. بعد 56 انملت يهود. قبل 56 ما فيش يهود جوا. ما في. طيب عمي رجعوا بس مره واحده ولا رجعوا اكثر من مره؟ لا رجعوا اكثر من مره. صار ينهبوا خيل وصار ينهبوا ابغار من عند اليهود، صاروا ينهبوا كل حاجه. طيب انت رجعت عمي؟ انا حتى اوريك انت ساعه ما جاتش. انا ما جاتش. ما جاش. لا بديش. لا ما ودي اسبق. اسبق الموضوع. لا تسبق الموضوع. انا ببدايه لما رحت مرتين. اول الاحتلال رحت مرتين ثلاثه. شو سبب روحتك؟ رحت بسرق. بجيب بغال وبجيب كل حاجه. بسرق. ما فيش عندنا حاجه. بسرق من مالك يا حاج؟ بسرق. ما فيش عندنا حاجه. بجيب لي بقره شايف كيف بيحي. حلو. طيب عمي اثناء روحتك وجيتك كنت تشوفوا يهود يا حجي؟ والله على بعد بنشوفهم نقط. اما الارض فاضيه من جوا. طيب كنت تصل عربكم ولا؟ كنت تصل محل ما كنتوا ساكنين؟ محل ما كنت ساكنين. طيب شو كان ضايل من سكنكم عمي؟ ما فيش والله. غير الريح هاد البيوت. ما رجعتوا خذت البيوت كنتوا؟ لا ما اخذناها. البيوت ظلنا جميعنا. طيب مزارع العنب والتين حج كان ضايله موجوده؟ الضو ما موجوده لا يزال. يعني هشيم هالحين بس نعناش بيت كله. انا بقصد بهذيك الايام. هذيك الايام زي ما هن ما حد صار. طيب وما صار انه قتل حدا منكم عمي هو رايح وجاي؟ ولا انقتلوا. انقتل عرفان الله يرحمه. الله يرحمه. وانقتل مرضي ذبان الله يرحمه. وانقتل عريف الله يرحمه. وانقتل عرفان الله يرحمه. وانقتلوا كثير كل الشباب اللي كان في قياده الثوره وكان واعيين انقتلوا في السرقه. وين انقتلوا؟ انقتلوا في يبنى وفي سدود وفي المجدل وفي هربيه وفي دار سنين. يعني هم ظلوا قاتلوا يا حجي؟ لا هم راحوا يسرقوا. راحوا يسرقوا واشتبكوا مع اليهود اتكتلوا. الله يرحمهم. الله يرحمهم.
طيب حجي بدنا نجي على المخيم. مخيم جبالية. مخيم جبالية طولت فيه عمي؟ مخيم جبالية سنة 50 سنة 50 بالضبط أجا واحد من القاهرة. شايف؟ جاء واحد من القاهرة على 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 السرايا على يعني على السرايا. جاء اسمه مصطفى حافظ الباشا مصطفى حافظ. قال احنا عايزين 1000 فدائي فلسطيني من القطاع. انا انخرطت فيه هذا سنه 55 انا انخرطت فيه. كل واحد له سوابق على الحدود اخذها ودربونا. وين خذونا؟ في هالقطار. ودربونا في اسكندريه في بلد اسمها المكس. سنه 56 خششونا عملية 350 فلسطيني وأنا بجملتهم خشينا على إسرائيل. صليت على النبي على فلسطين. نعم خشينا على فلسطين إن نمزع. اسمع يلا روح أي واحد دخلنا على فلسطين. 350 واحد اللي دخلوا عملية تكتل منا 14 واحد. تتذكر اسمائهم؟ بتذكر. عد يا حاج هذول شهداء. بتذكر اسمائهم. تفضل عد. محمد ابو محمد ابو دحيل احمد محمد محمد الزرقلي. محمد ابو دحيل ولا احمد ابو دحيل؟ لا احمد الزرقلي. احمد الزرقلي. نعم. ومحمد ابو دحيل. نعم اثنين. وسالم ابو عابد. واحمد ابو هويشه. شايف كيف؟ ومصلح الميصي. يعني هذا استشهد هنا. هذول خمسة يعني. سبعة استشهدوا. سبعة خلى وراها الأرامل. هذول استشهدوا هنا. 14 ولا سبعة حجي؟ سبعة. أها. سبعة على 14. 14 شهيد هذول من جميع ال ال ال. هذول السبعة من عندكم يعني؟ من عندنا بس. أها. شايف كيف؟ وأنا طلعت هان صليت على النبي وضيقت. وأقرب لنا إحنا كان ضربنا في هنا الجبس في تل بشوشة. ضربنا هنا جسر عطلنا الجسر وطلعنا على 6 أفراد. وطلعنا أقرب لنا حاجة المملكة الأردنية الهاشمية. طلعنا على إذنا ومن إذنا جينا على الخليل. ومن الخليل هناك سلمنا أسلحتنا للأردنيين. كان بدت في حرس وطني برمجوه واحترمونا وحطونا في الاندروفر وودونا على الخو. كل مدة الاحتلال الإسرائيلي في 56 في غزة وإحنا في الخو. وإحنا في الخو سجن ولا لا جيش؟ عند الجيش العربي. احتفظوا بينني. بعدين أخذنا حالنا قعدنا 4 شهور بعد ما طلعوا من غزة وجابوا منطقة دولية. خذتنا الدبابات الأردنية ومرقتنا من عند المفرق من هان. وكان في قاعدتين بريطانيتين ثنتين كان عند المفرق. وخشينا على سوريا ومن عند سوريا ركبنا في الطيارة من عند سوريين لمصر للقاهرة. وفي القاهرة قال أنتم ممنوع تصلوا غزة وتتعسكرون. نعم ظلينا هناك حتى 67 حتى قبل 67 قبل 67 ردعونا القطاع. سرنا حراس على إسرائيل. سلاحنا معانا وسرنا حراس على إسرائيل. يوم جينا يوم 67 صار حرب حزيران. طيب عمي خليني بس أسألك شوية. مصطفى حافظ شو كان مصيره؟ جابوا له لهم إسرائيل هو الملحق العسكري الأردني. طب طرد ونسفوه وقتلوه. مصطفى حافظ. نعم. طيب عمي كنت شو تعرفه معرفة شخصية لمصطفى حافظ؟ نعم هو اللي لقني أنا من السطابور وخذني. وكنت عليه سوابق للحدود. قال لي أنا عايز واحد يعرف الأرض حتى أنا أعتمد عليه إنه فدائي. وخذني فعلا أنا وتطوعت ودربني على جميع الأسلحة على المفجرات
وعلى كل حال. كيف كان شجاعته عمي؟ كيف كان عقليته؟ كيف هو كان؟ هو بدوي معازي من هو بدوي معازي مصري. نعم. من بدو مصر معازي. شايف كيف؟ وبعدين كان يوم نروح على الحدود، تروح مجموعة على الحدود يظل معنا ماشي يوم نوصل الحد، ويوم نوصل الحد يسلم علينا بالواحد ويقول مع السلامة. مصر. طيب وكيف كان احترامه عندكم حجي عند الفلسطينيين؟ وهو بعد الفلسطينيين يوم مات يوم صار في أرضهم يعني انجنوا الفلسطينيين صلى الله عليه النبي، انجنوا انجنان صدق. شايف كيف؟ يعني كأن واحد من أولادهم. أبداً. أبداً. شايف كيف؟ وبعدين إسرائيل هذيك السنة وعاود للتاريخ وأنت تقول صح ما قال دولة المختار، راح للأمم المتحدة. إسرائيل راحت للأمم المتحدة شكت 300 فدائي في ليلة واحدة في ساعة واحدة من منطقة الشمال حتى منطقة النقب. السور هيطيرن والمواصلات والكل. كل هذا بقيادة مصطفى حافظ. نعم. وكلهم فلسطينيين اللي سووا هذا الكلام. بس هذا مصطفى حافظ نظمهم يعني. طب زملائك الستة اللي كانوا معك من سفت الجسور وراحوا معك على خوض، مين هم يعني؟ كلهم ماتوا. الله يرحمهم. كلهم ماتوا. تتذكر اسمائهم؟ اه والله عبد الله حسن ابو سردانه. ويونس مبارك حسن. يونس مبارك حسن واحمد سعد واحد سعد المنيعي واحمد الرجل اسمه احمد الميله وهو بس هو الرجال بعدي. طيب حجي انت لما جيت على الخليل وعلى ابنه كنت متجوز ولا بعدك؟ لا مش متجوز. امتى تجوزت انت؟ تجوزت يعني بعد 56. بعد 56. اه. طيب عمي لما انت عشت في مصر كنت عسكري باعتبار؟ نعم. طب ليش تقول لي حرس على اليهود كنت حرس على اسرائيل لما رجعتوا لغزة؟ اه يا رجعوني بعد 56 حرس. ما حدش بيحطون على الحدود مخابرات بيحطون انذرنا من فدائيين مقاتلين الى ايه الى حرسات المصريين، واللي بخش بيلقى قدامه كمين بموت. يعني مو زي ما هو صاير هسه في رام الله بالضبط وفي غزه بالضبط. طب عمي هذا المخيم مخيم جباليا انت رجعت له بعد ال 56؟ اه رجعت له بعد ال 56. طيب انت 67. نعم. في 67 اخذونا 350 واحد على منطقه النخب قدام القوات المصريه، 350 فدائي فلسطيني من القطاع. نعم. وخذونا قدام القوات المصريه وين؟ نخش على منطقه النخب يعني نخرب قدام الجيش. هو المصريين كان عندهم استعداد للهجوم. نعم. في 67 هنيا انا شايف كيف الطيران اللي ضرب المطارات انهزم المصريين. شايف كيف انكسرت مطاراتهم وانكسر جيشه في سيناء. شايف انكسر جيشه في سيناء. وانا شخصيا ظليت ماشي حتى وصلت. قالت طقطق عندك طقطق هو عندك طقطق. يوم وصلت على العريش شايف كيف لقيت العريش مستحله من اليهود، واليهود على 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 وين عندك يا زلمه هذا الله يلعن ابو صباح ابوه مقودين العصا اقول عن قضي على وقتك هو دار على الباب بالضبط سووا رسول. يوم عودنا للقطاع يوم عودنا للشغل للعريش لقيت محتل العريش. عودت على خان يونس الصوابة في خان يونس. وين كان صوابك؟ صوابي في عيني هذه وفي صدري الصوابت. وعقب ما صوابت ظليت أمشي على الأقدام حتى وصلت بير العبد اللي هم بعيدة عن عند عن عن بور سعيد يمكن 3 كيلو. وأنت مصاب؟ وأنا مصاب. بعدين ركبت في باخرة وصلتنا بور سعيد.
ومن عند بورسعيد حطنا في المستشفى، قعدت 3 شهور في المستشفى. بعد هذا الكلام أنا طلبت مأمورية، زمكت من القاهرة، عقب ما طلعت من المستشفى قلت يا أنا بدي أرجع للقطاع ثاني، هذا كمان في 68 سبعة سنة 68 قلت أنا بدي أرجع للقطاع وأرجع للقطاع ثاني، ماشي على رجلين. يوم وصلت القطاع قعدت في القطاع 4 شهور. بعد ال4 شهور طلعت مع ناس مهربين سلاح العقبة، وطلعت على العقبة، ومن عند العقبة جيت هان ما فيش 5 دور 5 خيام موجودات في آخر المخيم مرة. مخيم غزة. وخدت لي خيمة وحطيتها وظليت هان ليوم حرب الكرامة. يوم حرب الكرامة جو عيالي من جبال. كيف يجوا حفظ؟ أجوا اليهود بحطوهم في سيارات، اللي ودين زح جاي بحطوهم في سيارات على حسابهم، وبدوبهم جاي شايف كيف؟ وطبيعي هم علموني هان وديجوا هان أهلي، كان عارفين إني من عارف أعاود علي. طب شو اللي خلاك تطلع من غزة يا حاج؟ اللي خلاني أطلع من غزة أنا متضايق هناك، بطارد اليهود، بطارد الناس المسلحين كانوا، وانا معروف هناك في المنطقه. يعني انت رجعت من مصر تهريب؟ نعم تهريب. ما كانوا اليهود يعرفوا انك انت مصر. لا انا جيت مزيف باوراق مزيفه من المخابرات المصريه، لان انا تابع للمخابرات المصريه لا يزال، يعني يوم جيت للقطاع. وبعدين جيت العقبة وجيت لهنا. جيت العقبة وجيت لهون. 68 باخر 68 او بشهر 3 ب 68 اجوا عيالك. لا جو عيالي ايام حرب الكرامة. نعم. اجوا عيالي هان أسلموني لكل واحد خيمة، رحت على السفارة المصرية لقيت اللي هو القائد تبعنا اللي هو كان في غزة واحد في السفارة. شو اسمه؟ اسمه إبراهيم الدخاخني. شايفين؟ رائد. قلت له أنا أول حاجة لي 4 شهور ما أخذتش مبلغ، وعيالي دخلوا عليهم اليهود في معسكر جبالية ونسفوا 4 دور لي، حطوا فيهن عبوات اليهود نسفوها، والكل بيعلم بهن هذا الكلام، وانا بدي مصاري. قال والله ما عنديش امر، اما انت تصور انت وعيالك حتى اوديك القاهره. قلت انا وش بدي للقاهره؟ الثوره هان. قمت استقلت انا واحمد ابو دحيل الله يرحمه، والتجأت لابو عمار، والتحقت منظمه التحرير الفلسطيني كان في دبي. طيب عمي بعد اذا حضرتك ناخذ استراحه ونتابع حديثنا إن شاء الله.